آيات الله ورس وليداتي وحق آيات الله ورس صميمتي يلا اللي قاعد يتعمل توا بالنسبة لي أنا له تجارة بالفقر وله تجارة بالإحساس وله حق آيات الله فخورين وسنواصل فخورين اللي ثم توانسة نساء ورجال مدى الحياة قالك تدريش عليه عند شكون مدايما الحد صحيح ناس وقفت يعرفوها المرأة هذه ما يعرفوهاش يعرفوا بنتها ما يعرفوهاش يعرفوا وضعيتهم ما يعرفوش ما يعرفوش ناس اسمها بلونجون في الله محلاهم إن شاء الله ربي يبارك لهم وحق آيات الله وجعفر يحلف ياسر وجعفر يبكي ياسر وبش نبكي أنا ياسر حق آيات الله لم يراوه ومش بعيد راه في رمضان وفي الأيامات هذه ويراوه في أولادهم تشوف كل شيء بثوابه فخور جدا وأعتز اللي كونوا ثم فقرة في الحياة مش في الراديو اسمها فاعل خير هذه فقط فخور جدا لأنه ابتسامة البنية المزيانة هذه اللي هي سمحة ماخذ الباك السمحة اللي ماخذ الباك والله وحد عليه اسمعني أختي أمي ديما نعاود نقول تقول ما ربي ما يخلق فريسة ويضيعها ثم ربي راه في الوجود المعاناة متاعك لو كان تحكيها تعمل كتب أنت جعفور يا جعفور يا معلم يا جعفور يا جعفور يا جعفور محلاك يا جعفور والله ورس ولادي نقعد بيني بيروح نقول إيه أنا شو عملت أنا باش نتحاسب عني دوبل هذاك خطر الشهرة هذاك لازم تستغلها في الباهي هذاك صحيت فهمتني تستغلها في الباهي في الباهي خطر ربي باش يحاسبني أكثر من العباد الأخرين لأنه أنا الناس تعرفني والنجم نعاون فهمت الفازة دي ولا معناتها أنا أختي شوف ممنين الناس الكل والمجموعة والراديو هذي والفونداسيون الموجودة في إيه فهم الناس الكل ممنة أنه النجم نغيره في العالم